لهلا ما ايوه نحن مستغربين ليه ما عم يجيكم اولاد. يقبر قلبي ان شاء الله. يا ريت كنت عرفانه من زمان انه هو بيحبني لهالدرجه وانه ما عم بفكر بسعاد. هو صحيح ما كان يفكر فيكي، وصحيح كمان كان يحبها لسعاد، بس يمكن بعد ما عاش معك قلبه تعلق فيكي. وانا قلبي تعلق فيه كثير والله. وقلبك ما كان حاسس بحبه؟ بلا، بس كنت دائما كذب احساسي، لانه الشاعر ما تزوجني لانه بيحبني، تزوجني بس مشان يجمعني انا وولادي ببيت المرحوم. ومشان هيك يعني انت شلون ما قصدي انا باول ليله كنت حاسة الشاعر كثير غريب عني، وكنت عم حس المرحوم واقف بيناتنا، ومو بس المرحوم وسعاد كمان، والشاعر حس بهذا الشيء. بس انا الحق علي. ليش؟ لانه مثل ما قلت لك كنت دائما عم حس انه المرحوم عايش معي وما عم بفارقني بنوم بنوم. وانت لساتك بتحبيه للمرحوم؟ شاهر عوضني بحبه وحنانه عن الماضي كله. يا الله شو قصتكم غريبة. بتعرفي الشهيرة؟ حاسة حالي طايرة من الفرح. روحي الله يهنيك ويبسطك كمان وكمان. آمين يا رب. شهيرة بدي أطلب منك طلب. أنت بتأمري أمر. بدي إياكي تروحي معي على البيت. مشان شو؟ بدي أروح أنقل التخت والمراية والصندوق على الغرفة الثانية. أيوه معناها صار لازم نبعت ورا الداية ديبة مشان تجيب الماشطة. شهيرة أنا اللي الله دخيل اسمه. شهيرة؟ إيه. أنت وين رح تنامي اليوم؟ عن بيت أهلي لأنه أبو حده اليوم نايم بالطاحونة. طيب تقبري قلبي تاخدي الأولاد اليوم تنامين عندك؟ صعب. لك أنا مو بدي نيم لك ياهن عندي ليلة، إيه والله لنيم لك ياهن عندي جمعة كاملة. لي على قطعتك أنت. يلا خلينا نخلص بسرعة مشان نروح على صباحية فهمية، هلا مرت عمي بتيجي بتاخذنا عجلي يلا. إيه والله ومنه منجيب معنا الماشطة. يا عيون عفاف يا عمري انت احسن ما اقوم ليكي. ها بعدك لي حمي ان شاء الله ظهري ولا ظهرك ان شاء الله بتنكسر ظهوره. جيب لك شويه زيت افرك لك ظهرها. شايف شو الله سوى فيك؟ هاد كله مخطيط هالمسكينه. قال لك نقال المتع عرج الجبل. قولي قوالك قومي من قومي من هون. زكيه وين رحتي زكيه؟ وين رايحه انت الثانيه؟ بدي اعرف شو المثل. اوعي برجلي يا مو تركيا بركي بنكسر راسها والله بيخلصك منها. شو شباب في تتم بكفي ولا ما في؟ والله يا ابو حميد هي اخر سيجاره. على حظنا كل مره بتقلي ما في غير اخر سيجاره. ايه هيك حظك يا ابو حميد. شو بدنا نساوي؟ حاطي لمرعي قرشين خليه يروح يجيب تتن ويرجع. ايه شو عليه بعطيه؟ بس اوعى يا مرعي تشتري من عند ابو شبلي شنه تتناته مو زراف ابنه. ليش انت اشتريت من عند تتن؟ لا ما اشتريت من عنده،
بس دقتن وما عجبوني. قال شو؟ بده يكذب علي ويغشني. على همان يا فرعون. لكن شلون بده يغشك؟ لفلي سيكارة وشفطت منها سحبتين. لك طلع مو مثل الدتن يلي منشفته هون نحنا. لك شو طلع؟ لك طلع تقيل كتير وبيلعي المنافس. بس انا بعرف شو السر. هذا مفكرني ابو حميد. هات ايدك والحقني. مو عارفه انه هالبرابيك كلها ما بتمشي علي. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. ان شاء الله بعيش وديات. اكان معقوله هيك؟ كم سنه ضيعنا من عمرنا على الفاضي؟ شايف؟ وانا اقول لحالي بكره بيحن واللي بعده بيحن وانت تناش على الاخير. انا ولا انت؟ انا. انت اللي كنت متقل حالك علي ابن عمي زياده عن اللزوم. مشان هيك انا كنت فكر انه بالك مشغول بوحده غيري. عفاف طويله هالسيره بقى. حاضر ابن عمي. بعت لي حمى قديش ظلمتك. وانا كمان ظلمتك. عفاف الله يرضى عليكي. حطينا لقمه لنكسر الصفر. شو هي هاد؟ لانه شهيره قالت لي ما تكسروا السفره قبل ما تجي لعنا هي وامك والبنات مشان يجيبوا لنا الفطور معهم. هي الشهيره دريه؟ انا قلت لها. ليش قلتي لها؟ صراحه ما قدرت اخبي وحبي لك كمان ما بيتخبى. كثير حلوين الذهبات. عجبوكي؟ بياخذوا العقل. لسه امبارح ما كنتي طايقتي. امبارح غير اليوم ابن عمي. ايوه هي اجى الفطور. هاي المفتاح. اهلين باحلى صهر. شو هجك هادي ابو حميد؟ انت لا تحكي معي بنوب. سمعان ولا معك سمعان؟ طول بالك خير. شوفي لا ما بدي طوله. وكلمة تانية بنادي لابن حماي يساعده يعمل لك اللازم. لا يا ابو حميد شوفي الله يوفقك. بس قلي لك هم عيب عليك يا منظومة تقلي انه كرمه ورفقاته عم يشربوا زبل حمير. بس لا تفضحنا الله يوفقك. هذا السر ما حدا بيعرفه غيري. بس انا جربته مو طلعت تون بنوب. جربته؟ لك ايه جربته. انت جربت زبل الحمار ولا الحمارة؟ شو قلتوا سيدا؟ الله يصلحك يا ابو حميد. اكيد انت مجرب زبل الحمار مو الحمارة. بدك تروح تدور لك على حمارة معشرة وعلى وش ولادة. ايه وبتجيب هالزبل تبعها وبتحمصن بمحمصة بن على نار هادية. ايه وبعد ما تحمصن سيدي بتجيبهم بترش عليهم رشة كمون بس لا تكتل. ايه وبعدين بتجيب علبة على قدهم بتحطهم بهالعلبة وبتلفهم بقماشة مزبوطة. ايه وبتحفرهم بالارض وبتطمرهم بالتراب 6 شهور. ايه شو ايه؟ ايه وبعد 6 شهور طالعون وتوق هتتهم. شو بدي اسوي بمخك؟ ايه اختك راحت لبيت احمى العقيد جابر مشان تسوي سمعته. الا خليها تزوق على حالها بقى. راحت على بيت احمى العقيد؟ ايه نعم. ما بكفي انه سترنا عليها؟ اختي شو عامله لحتى تستروا عليها؟ ما لها عامله شيء. هالكلمة صار لك قايل لي اياها مرتين، اختي شو عاملة؟ قلت لك ما عاملة شيء. ابو دياب من يوم ورايح انت عدوي اذا ما بتقلي اختي شو عاملة. عمران خلي الطابق مستور احسن لك. شو؟ يعني في شيء؟ ايه في. القميص، قميص بياع العرقسوس. بياع العرقسوس؟ اي نعم. انت متأكد؟ الله وكيلك معلمي متأكد. معناتها لازم شوفها لشقفه القميص. ايه شو عليه معلم؟ بكره بس الله بيعافيك بتروح على الكركون بتقول له لابو جدعان بدي اشوفه بورجيك اياه. لا هلا لازم اشوفه. معلم الله يوفقك. يعني اطلع هلا انت تعبان. انت ما عليك يلا قوم معي. عمرك معلم. لا يا ابو دياب لا روحت الحربه. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ يعني عمران راح يذبح اخته؟ مالك حق ابنه؟ لك اخي ما كان يسرق. بدي يعرف اخته شو عامله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا حي الله بالقبضيات. شلونك يا رشدي؟ الحمد لله. تفضل تفضل ارتاح. شو ليبو؟ ما تذكرتش لمين القميص؟ لا
لا والله سيدي ما تذكرت. بقدر شوف شقفة القميص بركدها بتتذكر من صاحبها. معلوم بتقدر تشوفها. شو رجدي؟ عرفت صاحبها؟ والله ما بعرف. شايف هالقميص بس مدري على مين، ما عم بتذكر. سلام. قلت لك لا تخاف لا تخاف، هذا الحصان عاقل مثل الحمار. قلت لي عاقل مثل الحمار؟ إيه؟ يعني وراي وراي بدك تجيبي اجلي؟ يلا عم ابو حميد يلا اركبه لا تخاف. يلا قرب لي يا الحصان، قرب لي يا قلت لي هادي، امسكه منيح الله يرضى عليك، امسكه منيح، قربوا قربوا يا رب، قربوا قربوا قربوا، امسكي امسكي امسكي، يلا يلا. وين الزواده؟ بالخلج بالخلج. هاتي البستون اعطيني اعطيني البستون. يلا امسكه منيح امسكه، يلا امشي امشي، يلا امشي يلا يلا امشي امشي يا ابني امشي، يلا روحوا الله معكم. ويوم الخميس كتب الكتاب ان شاء الله. ايه الله يقدم اللي فيه الخير. بس شلون رويدة غيرت رأيها وافقت على صفوان؟ والله ما بعرف، ابصر يمكن عرفت انه صفوان زقرته عضاي مو مثل ما كانت مفكرته. ايه لا، هي العقربة عمتها الله لا يردها إلهي، هي اللي كانت توز براسها وتكرها فينا. اي والله ممكن كلامك صحيح، مو بعيدة مو غريبة. عدنان؟ نعم. دير بالك ها، لا تعطيهم على كيفهم. شلون يعني؟ يعني مشان النقل. لا 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 ولا يهمك، طمني بالك. لا لا ولا يهمك، طمني بالك، هذا اللي شاطر انت فيه، وبعدين بتوقع شك على راسك. شلون يعني بوقع شك على راسي؟ ما فهمت. لك هاي عروس مثل كل العرايس. لا ما انا مثل العرايس، هاي أرملة، يعني بيطلع لها نص نقد البنت وما لها عرس ولا لها ملبوس بدن. ايوه هيك العوايد يعني؟ اخي مو هيك العوايد، انا هيك بدي. خلاص مثل ما بدك، من قلن هالحكي. لك لا تقلن ولا تعيد. انا قمت بدي على قمتي لو كنت انا الرجال. لك ايه والله حيرتيني. لا تقلن شي، بس ايش كان هني فتحوا الموضوع وقعدوا يتطلبوا ساعتها بتحكي. ايه ما بديك. خف انت ويابا لما هي صايلة من اللحة. يخرب بيتك من قامتك انت ويابا، حتجننوني العمى. شو قلبكم بارد؟ بدك شي عمي؟ لا الله معك. خاطرك الله معك. يا هرويدة ليش سهرة؟ يا على أمي ليش عم تبكي؟ هيك ضايق خلقي. رويدة انت وافقتي تتجوزيه لصفوان لأنه انت هيك بدك ولا في شي تاني؟ لا أنا هيك بدي. وضح نسيتي لوضح؟ لك أختي كرمال الله لا تتعبي لي قلبي، خلص روحي نامي. شلون بدي روح نام وأتركك وانت بهالحالة؟ خلص ما فيني شي هنا. رويدة برحمة روح أمك وبرحمة روحه. لا تكملي. برحمة روح الغوالي تحكي لي. شوفي لك شو بدي أحكي لك. أنت ليش وافقتي تتجوزيه لصفوان؟ هيك نصيب. بس ما بصير تتجوزيه وأنت ما بتطيقي. كرمال عيون رشدي كل شي بيهون. ليش شو دخلوا رشدي؟ صفوان رح يطلعوا لرشدي من الحبس. خلص أختي خلص، أنت شو بدك بهالقصة؟ أنت فكرتي منيح بالشي اللي بدك تساوي؟ ما فكرت ولا بدي أفكر، المهم عندي إنه رشدي يطلع من الحبس. أي وبعد ما يطلع رشدي من الحبس؟ ساعتها بيصير حكي تاني. شو قصدك؟ ما قصدي شي، بس من هون لوقتها ربك بيفرجها. عليا إذا وضح بيوم من الأيام طلع عايش ورجع وأنا كنت ميتة، سلمي لي علي. بعيد الشر عنك أختي، كرمال الله لا تحكي هالحكي. المهم هلا قلتلي له إنه رويدة ضليت تحبك لوقت ما ماتت، وراح تضل تحبك وهي تحت التراب. اختي هي قدام الصبح، قومي لنتوضى ونصلي وندعي لربنا بركي بيستجيب لدعانا. يعني ابن عمك بيطلع اليوم؟ ايه ايه يا بيمبلا.
اليوم بدهم يقدموا للحاكم وبده ياخذ فيه الحكم ويطلعوا دغري، شنو هذا صفد حقه. ايوه يعني نبعت ورا الشيخ نزير مشان كتب الكتاب. ايه يا بي بعت ورا الشيخ نزير، بس ما بدي حدا تاني من الحاره يحضر غير الشيخ نزير. ها شو مين بده يشهد على كتب الكتاب؟ انا بجيب اثنين شهود من حاره تانيه. ايوه مثل ما بدك. ايه يا بي انا هلا رايح على السرايا مشان رشدي، بعد صلاه الظهر نلتقى ببيت عمي انت والشيخ نزير، وانا بكون جبت معي اثنين شهود. يلا بي ماشي. السلام عليكم. على السلامه. على السلامه. تحريك مانك سهل يا صفوان. ها شو طابخين لليوم؟ بدي ساوي شاكريه يا قمر قلبي، رجلي بيحبها كثير. يبعث لي حمى عليك كلا هلا بلا اكل. ايه شو عليه لك؟ انا روح جيب لكم لحمه انا، واحسبوا حسابكم تكتروا الغداء. جاي عمك ابو صفوان ومرت عمك ابو صفوان وصفوان. ايه معناتها خليها كباب. كباب؟ ايه اقل منا. اليوم بدنا نفرح بكتب كتاب صفوان على رويده، وطلعت رشدي من السجن. ايه والله معك حق. يلا لكان السلام عليكم. الله معك تقبرني. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكيم معيتك في هالشاب اللي كان جوا على التخت هذا وين راح؟ رحمة الله عليه عطاك عمره. شلون؟ اي والله. امتى؟ والله من شي ساعة، واجوا اهله اخذوه.